كشفت الممثلة هند البلوشي أنها عندما شاركت في برنامج المقالب رامز في الشلال لم تكن تعلم أنه مقلب، وأنها عندما صورت الحلقة رفضت أن يتم عرضها لأنها لا تريد أن يراها الجمهور بالصورة التي ظهرت بها. وقالت إنه على الرغم من رفضها عرض الحلقة إلا أنها احتفظت بالمال الذي حصلت عليه لقاء مشاركتها فيها، ذلك لأن العقد ينص على أنه من حق الضيف الاحتفاظ بالمال سواء وافق على عرض الحلقة أم لم يوافق. تصريحات هند البلوشي التي كانت صورت حلقة مع جلال منذ 3 سنوات بعد عودتها إلى الكويت جعلت رامز يرفض عرض الحلقة، وذلك بعدما كشفت في تصريحاتها جزءاً من الحقيقة، وقالت أنها كانت تظن أن المقلب مدبر وأنه تمثيل، ولكن بعد ما حصل معها تأكدت أنه حقيقي. أنا لو قلت لي لا أنت راح تلبسين شيء عادي ولو سمحتي الشوز أيضاً أنت بكرام وكرم السام. كلام هند البلوشي أثار غضب هي الشعيبي التي أعربت عن استيائها من الفنانين الذين يفضحون رامز جلال على الرغم من تقاضيهم أموالاً طائلة مقابل المشاركة في البرنامج، وأضافت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق سناب شات: الفنانين اللي قاعدين يتكلموا عن رامز جلال وأنه ده مقلب، أنتوا المفروض أنكم راضين تروحوا البرنامج وما رحتوا إلا لما استلمتوا الفلوس، ليش نفضح الناس ونتكلم؟ يأتي هذا التعليق من هي الشعيبي بعد حديث الفنانة هند البلوشي في آخر لقاء تلفزيوني عن رفضها لإذاعة حلقتها مع رامز جلال بعد تصويرها رغم تقاضي أجرها بالكامل. وكانت هي مستاءة من تصرفات هند الأخيرة، لا سيما من علاقتها بالفنان العراقي علي يوسف والبلبلة التي أحدثتها عقب إعلان زواجها منه في وقت التزم علي الصمت وتمسك بزوجته، إذ نشر صورة يمسك بيدها في عيد ميلادها ويعبر لها عن مدى حبه لها. وتساءلت هي الشعيبي كيف يمكن لامرأة أن تكون على علاقة برجل متزوج وعنده أولاد، وإذا صح ما قيل عن أن كل ما حدث وقيل هو دعاية لمسلسل يجمع يوسف بالبلوشي فهذا عمل شنيع أيضاً، لا سيما أنه كان من شأنه أن يخرب زواج علي يوسف، وأن هذه الأخبار ستبقى تلاحقه طيلة مسيرته الفنية، وأنها بدل أن تفيده أصابته بالضرر. حتى الآن لا يوجد من يؤكد أو ينفي بأن ما حدث هو دعاية للمسلسل، وكل المعلومات تشير على أن هناك من يحاول لملمة الموضوع، لا سيما بعد استعار الخلافات بين البلوشي وزوجة علي يوسف. وقد حصلت حواء على معلومات تقول أن والد علي يوسف هاتف هند البلوشي مؤخراً وعاتبها على أفعالها التي كانت ستؤدي إلى خراب عش علي الزوجي، وطلب منها الابتعاد عن علي وعائلته.